مرحبا معكم فيديو جديد. رحنا على مدينة ملقبة بالبندقية، خليكم معنا وشوفوا هالمناظر الرهيبة. وصلنا على البلدة اللي بتلقب بالبندقية، شايفين نهر وراي لهيك تسمى بالبندقية. هذا النهر محاط بأسوار المدينة، قلت لك المدينة بتلقب بالبندقية. النهر جدا صافي. هلا لسه وصلنا ولسه ما عملنا فتلة منيحة. في سوق بالمدينة حاليا، ايام الاحد دائما في سوق هون، سوق كبير وحلو. شو مطلعين؟ شايفين السوق هي يعني اخرته هلا حنفتل فيه ولا حنورجيكم كل شيء. المدينة كانت تسمى انسولا لحتى عام 1890 تسميت ليسراسور. تسمت ليسراسور الاسم الاخير من المدينه، السور هو اسم النهر يلي حاليا وراي. نهر فظيع صافي، بورجيكم شوي منه. قلت لي لا توقع موبايلك، اكيد ما رح يوقع. هذا هو النهر، هذا جزء صغير منه يعني، هذا اللي لقيناه حاليا. رح نفتر بالمدينه شوي ورح نورجيكم، خليكم معنا. رجعنا لكم مرة ثانية، هاي النهر صار ورانا. أهم المعلومات عن هذا النهر إنه بحياته ما جف، صار شغال لحد الآن. المعلومة الثانية المهمة إنه كان يستعمل للدفاع، كان يستعملونه كخندق حوالي أسوار المدينة، وكان يستعمل كمان مصدر غذائي للسكان للصيد صيد الأسماك وغيره وغيراته. مرجعكم معلومات تانية، خليكم معنا لا تروحوا. احنا حاليا على جسر مطل على نهر سورغ، مليان عالم تفوق على النهر، كتير صافي. شوفوا السوق كثير عالم. هذا السوق، سوق الأحد، من أشهر الأسواق هون بالمدينة. أحد الأسواق المهمة، تصير أسبوعيا يعني. هاي المدينة تعتبر من ثاني أكبر من أهم المدن الثانوية بعد باريس بالمعارض، بعد باريس يعني ثاني أكبر مدينة ثانوية بعد باريس بالمعارض والتحف الفنية. إذا فيك شوفوا هون، هلا شوفوا رسمات، شوفوا قصص كتير. ثاني أكبر مدينة ثانوية، ثاني أكبر مركز بيقولوا، مركز ثانوي، المعارض والمتاحف. عدد سكان هالمدينة تقريبا 18500 نسمة، مساحتها تقريبا 54 كيلومتر مربع، 54 كيلومتر مربع، 18000 نسمة. المدينة لا بأس فيها. هون الأنتيكا، سوق الأنتيكا هون هلا. جينا لهون نحب هيك قصص، نحن نحب نشوف شغلات أنتيكا ورسومات وتحف فنية. فيكم هون شوف، ما بعرف قديش أسعار بس ما بدي أسأل. يعني هاي كان لمحة صغيرة عن لمحة صغيرة عن السوق الأحد. طبعا السوق كبير جدا يعني، يمكن لحتى يسكروا بدهم شي 3 ساعات، بلشوا يسكروا بعد 3 ساعات وخالص كل شيء، لأنه كان جد كبير وعامل عجقة بالمدينة وحركة وزحمة. السوق يعني كامش المدينة من أولها لآخرها.
كلهم هيك وموجهكم مقتطف صغير من السوق. هيك عملت واجبي انا. نهر شفتوه. فلس رح يمحلك لكم من اهم المعالم اللي لازم تنزار بهاي المدينة. هي في مقبرة يهودية. مقبرة يهودية بعام 2008 عملوا لها تذكار مشان تذكار يعني عملوا لها تذكار بس ما بعرف وينها بالضبط وما بقدر ما بظن روا عليها لانه موعدين على 11:30 وهلا 11:15 صارت على 11:30 لازم ننطلق من هون يعني ما في وقت طاول على كل نشوفكم مقطع تاني خليكم معنا لا تروحوا اي مكان 20 فتنا على الكنيسة هون الأجواء روعة هون جذبتني هاي الأغنية كثير بحبها إذا عم تشاهد الفيديو لسه ما عملت لايك أو سبسكرايب روح على السريع وصلنا لنهاية الفلوق بتمنى تكونوا استمتعتوا حاليا اللي عم دور لسه على اسم المدينة رح يطلع لكم هون رح يخلص الفيديو هون نشوفكم فيديو تاني بكرة أو بعد بكرة إن شاء الله